بس أسئلة خفيفة لطيفة. السؤال الأول، إيش هي رؤيتك المستقبلية للسعودية خصوصا في عالم الرياضات الإلكترونية والجيمينج؟ احنا أكدنا للعالم ان احنا حنكون مركز عالمي للرياضات الإلكترونية وقطاع الألعاب. احنا أسسنا أشياء كثيرة رياضات إلكترونية، من الدوري السعودي، الدوري الخليجي، الدوري العربي، البطولة العربية، بطولة كأس العالم، الأولمبيات اللي جاية السنة الجاية. أسسنا مكاننا في الرياضات الإلكترونية، ولكن الرياضات الإلكترونية لنا فتحت باب على قطاع الألعاب، وإن شاء الله المسارات المهنية في قطاع الألعاب فتحت الآن. الاستثمار موجود الآن من صندوق التنمية، من شركة سافي، من شركات خاصة اللي قاعدة تدخل في هالقطاع. فإحنا إن شاء الله في خلال هالخمسة ست سنين الجاية حنأسس السعودية كمركز عالمي، وهذا معناها أنه متى ما أحد فكر في قطاع الألعاب أو الرياضة الإلكترونية بيفكر بالسعودية مثل ما يفكر في الصين، مثل ما يفكر في كوريا الجنوبية، مثل ما يفكر في أمريكا. وإذا أحد يبغى يتوظف في ذا القطاع هيفكر في السعودية زي ما يفكر في كل هالأماكن إن شاء الله. السؤال الثاني، طيب إيش هي لحظتك المفضلة خلال كأس العالم للرياضات الإلكترونية؟ في لحظات كثيرة في كأس العالم، وأنا أحاول أكون متواجد في كل المباريات خاصة للنوادي السعودية، ولكن في لحظات اللي الواحد يشوف شيء ما شافها من قبل. في عندنا لاعب أنا دائما أشوفه كذا ماسك نفسه، ما يتحرك كثير، ما يخاف، ما يزعل، دائما كذا روح رياضية. أيوة، وهو مساعد الدوسري. ولما فازوا فالكنز بكأس العالم وأعلنوا إنه فازوا بكأس العالم، هو على المسرح بيجهز لعبته، قام يبكي وقام ينبسط وقام ينط من المسرح. صراحة هذا كان شيء مميز مميز جدا وما حنساه في حياتي. الفرح اللي شفته في وجهه، في وجه الممثلين فالكنز، في وجه الجمهور اللي كان موجود معانا، يعني هذا كان شيء صراحة لا ينسى. طيب السؤال الأخير، وإيش اللعبة اللي جربتها أو لعبتها مؤخراً؟ أنا الآن قاعد ألعب لعبة Rise of the Ronin. وأنا حكون صريح، أنا جيت أبغى أجربها، شكلها حلوة، عندي وقت خفيف أبغى ألعبها، وصراحة بعد كم ساعة أنا لاحظت أني حبيت اللعبة. وإن شاء الله بخلصها قريب وأنتقل للعبة اللي بعدها. أنا في بعض الألعاب اللي نزلتها اللي قاعد متحمس عليها من زمان نزلت بس ما مداني ألعبها، منها Rise of the Ronin، منها The Callisto Protocols، NCAA كمان منزلها، EAFC أبغى أجربها الجديدة. ففي أشياء كثيرة موجودة على اللستة بس لازم ألاقي الوقت إني ألعبها. ومتحمس جدا 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 في لعبة جديدة نزلت اسمها Wukong Black Myth. أيوة، أنا أبغى أتفرغ كذا ويكند وأقفل على نفسي، وإن شاء الله إن شاء الله خير. بس يعني لعبة Wukong أنا متحمس عليها بطريقة غير عادية.